مشاهدينا، وللحديث عن أسبوع القدس العالمي والفعاليات المرافقة له، معنا من إسطنبول الأمين العام لرابطة علماء المسلمين الدكتور محمد عبد الكريم الشيخ. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بقناة الرافدين وبالمتابعين لهذه القناة. حياكم الله دكتور. من أين يستمد أسبوع القدس العالمي أهميته، ولماذا تصرون كعلماء وهيئات علمائية وإسلامية على الاستمرار في كل عام بهذه الفعاليات؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يستمد هذا الأسبوع الذي هو في عامه الثالث قوته ونشاطه وفعالياته مما تأصل لدى أبناء الأمة في ضرورة تحرير المسجد الأقصى. هذا الجيل الذي نحن فيه، الذي نحن جزء منه الآن، جيل حرم ما كان يتمتع به آباؤنا وأجدادنا من زيارة المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو جزء من شعيرة العبادة والزيارة. نعم. نعم دكتور محمد. التي نعم. يجعلونها رحلة واحدة. نعم. نعم. أكمل، هناك صارت مشكلة. نعم دكتور. أقول يعني هذه المسألة في وجدان هذا الجيل، باعتبار أنه جيل حرم مما تمتع به آباؤنا وأجدادنا في وصال هذا المسجد الذي هو يعني جزء من الأماكن التي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بشد الرحال إليها. يعني قبل أقل من قرن من الزمان كان أجدادنا في مختلف البلدان يجعلونها رحلة واحدة، يمضون يذهبون إلى الحج، وفي طريقهم بعد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له مكنة أو قدرة فإنه يذهب إلى فلسطين، إلى المسجد الأقصى، إلى بيت المقدس. فهذه المسألة تنطلق من وجدان كل مسلم ومسلمة في ضرورة أن يتحد المسلمون والعالم كله أجمع في ضرورة القيام بنشاطات وفعاليات تذكر بحقيق بما عليه هذا المسجد المسلوب، هذا المسجد المغصوب الذي منعنا وصاله. فهذه قضية أولى. القضية الثانية أن هذا الأسبوع بكل عام يزداد نشاطه وإقبال الناس عليه في مختلف البلدان وفي مختلف أصقاع الدنيا، نظرا لأن هنالك جريمة ترتكب، وهذه الجريمة تتصاعد، جريمة اقتحام المسجد الأقصى من قبل قطعان المستوطنين، جريمة منع أبناء القدس وفلسطين من أن يصلوا المسجد الأقصى. يعني نحن نرى في كل جمعة، خاصة في الجمعة التي يعني ينتظر فيها يعني تنتظر فيها الحشود الكبيرة، نجد أن 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 قوات الاحتلال وأن شرطة الاحتلال تمنع الشباب وتمنع يعني الأقوياء من أن يصلوا إلى المسجد الأقصى. نعم. نعم. طيب دكتور، في عفوا، في ضوء هذه الفعاليات التي تمارسوها وتصرون عليها، يعني إلى أي مدى استطعتم كعلماء من ردم الهوة والفجوة التي تحاول عمليات التطبيق إحداثها في الأمة للتنازل عن القدس والأقصى كذلك؟ الدول التي يعني الدول حيال التطبيع على قسمين، دول وقعت منذ أمد، بدءا بمصر ثم الأردن ثم يعني دول أخرى، ومعها ودول في طريقها إلى التوقيع. أخذت الدول التي وقعت. نعم. الشعوب أبعد ما تكون عن التفاعل مع هذا التطبيع. خذ مثالا على ذلك مصر، خذ الشعب المصري، إلى يومنا هذا الشعب المصري يعني في خندق مقاومة هذا التطبيع. لا. انظر يعني مئات اللافتات التي خرجت في مصر من مختلف الاتجاهات وهي تدعو إلى ضرورة يعني الوقوف أمام التطبيع. يعني الكيان الصهيوني ما أفلح مع المصريين الذين لهم أكثر من 3 عقود عندما
يعني قام السادات بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، ناهيك أيضا بالأردنيين. إذا القسم الأول من الدول التي قامت بإبرام هذا الاتفاق، ما أفلح هذا الاتفاق في جر شعوب هذه الدول إلى التطبيع الشعبي الذي أراده الكيان الصهيوني وأراده دول الغرب. أما بالنسبة للدول التي لم توقع فهنالك يعني معركة محتدمة بين هذه الأنظمة التي تحاول أن تهرول نحو التطبيع وبين الشعوب، ولا أدل على ذلك من الصراع المحتدم عندنا في السودان اليوم، يعني في الرد على البرهان والرد على محاولات البرهان ومن معه لقضية التطبيع والتوقيع على اتفاقية إبراهام. وبالأمس الحمد لله كان يعني القدس أمانتي في الخرطوم قد يعني أقاموا مظاهرات ووقفات احتجاجية كبيرة جدا يعني في مدن السودان المختلفة للوقوف أمام جريمة التطبيع. نعم. طيب دكتور، هنا يعني في ظل توسيع الاحتلال لعمليات الاستيطان والتضييق على الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة وقضم في كل يوم مجموعة من الأراضي، إلى أي مدى يحتاج الفلسطينيون اليوم إلى دعم بمستوى أعلى للحفاظ على أراضيهم ممتلكاتهم في القدس خصوصا؟ وبطبيعة الحال كلما يعني ازدادت شراسة الجريمة وكشر الاحتلال عن أنيابه في قضم هذه الأراضي، أراضي الفلسطينيين عموما، يعني بات الأمر يعني أكثر إلحاحا في ضرورة أن يتحرك العالم كله، العالم الإسلامي كله، لمساندة إخواننا في فلسطين. اليوم هنالك يعني نوع من البشاعة يعني في عرض الجريمة حتى على الشاشات، عندما نرى البيوت المقدسيين تهدم وكيف يعني يجرؤون على استصدار قرارات لطرد السكان، سكان القدس، ليحل هؤلاء المستوطنون المغتصبون محل يعني في هذه البيوت. فهنالك يعني هذه المسألة اليوم يعني باتت نعم المواجهة الأخيرة التي أعقب السيف القدس والتي كانت لحي الشيخ جراح، يعني هي المسألة كانت في النهاية محاولة يعني الاستمرارية في قضية يعني سلب الأراضي وبيوت المقدسيين والفلسطينيين. فنحن يعني على يقين أن هذه المسألة كلما زادت وتيرتها، كلما استفزت الأمة أكثر، كلما جعلت الأمة أكثر يعني اصطفافا مع الفلسطينيين ضد هذا المحتل. في المقابل أيضا، ما أهمية إعادة ثقة هذه الأمة بنفسها وخصوصا مع محاولات إنهاء ما تبقى لديها من روح الثورة، الصمود التاريخي لأهالي القدس الذي لم يتناونوا عن دعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا رغم الأزمة الكبيرة التي يعيشونها، إلى أي مدى سيشكل بأن القضية واحدة؟ يعني تستعيد الأمة ثقتها يعني في نفسها عندما تستعيد ثقتها في وعد ربها عز وجل. فالوعد الإلهي وعد لا يتخلف، فمتى ما يعني ازدادت الثقة بوعد الله تبارك وتعالى أن هذه الأرض هي الأرض التي كتبها الله تعالى لأهل الإيمان ولأهل الإسلام، وبشارات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في فتح بيت المقدس، والقضية العقائدية الإيمانية في ربط المسجد الحرام بالمسجد الأقصى في الإسراء والمعراج، يعني هذه أمور كلها هي التي توجد هذه الثقة، هي التي توجد هذه الثقة، هي أكثر من قضية قومية ولا قضية وطنية ولا قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، هي قضية كل المسلمين. فبالتالي إذا نحن بحاجة إلى أن نستعيد إسلامية القضية، أن القضية ليست قضية قطرية ولا هي قضية وطنية محدودة ولا هي قضية فلسطينيين وحدهم ولا قضية العرب وحدهم، وإنما هي قضية كل المسلمين. وعليه فإن أي يعني حصول يعني أو أي ضعف للمسلمين في أي مكان
قطعا سيكون على حساب دعم هذه القضية، القضية الفلسطينية. وما حدث في تركيا وما حدث في سوريا من آثار هذا الزلزال نحسب أنه لن يؤثر على يعني على 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 مسألة الدعم. طيب بل دكتور محمد عفوا في دقيقة، في دقيقة نحن رأينا الفلسطينيين في القدس كيف يجمعون التبرعات لضحايا هذا الزلزال، نعم، مع ما بهم من المخمصة والحاجة، وكيف أن القوافل قوافل الفلسطينيين عبر هيئة علماء فلسطين وغيرها وصلت الحمد لله إلى جنوب تركيا وإلى الدول المدن المنكوبة. نعم. طيب تضعف العرى والعلاقة الوطيدة يعني بين الفلسطينيين وبين ما يدعمهم من سائر المسلمين. نشكركم الشكر الجزيل من إسطنبول الأمين العام لرابطة علماء المسلمين الدكتور محمد عبد الكريم الشيخ، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.